تماكينيو قناكم القناة نينو داري ماكويزين. السلام عليكم الحباب البنات، واش راكم؟ راكم في القناة تاعي داري ماكويزين. اليوم جبت لكم الوصفة تاع غراتان تاع الكورجيت. هنا بور لا كريم و فرماج واش عندي؟ عندي مغرفة تاع الماكلة هكا تاع مارغارين مغرفة تاع ماكلة مارغارين، وعندي مغرفة تاع فارينة وفخوماج غابي. هاوليك واش عندي بور لا كريم وفخوماج، وعندي تاني الحليب. هاوليك المقادير تاع لا كريم وفخوماج. هاوليك، وهنا عندي سنيوة لي تدي الفرن دهنتها بمارغارين تاع سجاج ولا تاع واش عندكم نتوما، ديروا شبرك الحاجة تاع الحديد. وعندي للتزيين هذا الفرماج تاع همبرغر. وهنا واش عندي؟ عندي الزنجبيل، عندي الثوم مجفف، عندي فلفل كحل، عندي حبه بصله كبيره مقطعه زعما صغار هكا، وعندي تاني دجاج صدر نص تاع صدر قطعته هكا صغار بالموس ماشي رحيتو، ولا حبيتو ترحيوه ولا حبيتو هكا نوريكم. انتم حبيتوا تبدلوا تبدلوا. هنا ربطه تاع المعدنوس، وهنا درت حبه خمسه حبات كورجات مقليين كما نقليو لي فخيت غير الملح سيتو هذيك. عندي المقله ونجوزو هيكا ان شاء الله البنات. انا حطينا هذاك المارغارين يدوب، نقص له النار باش ما يتحرقليش في الكوتي. انا مقبله ما قلت لكمش الملح باسكو هذاك الفرماج فيه الملح مالح، بصح اللي يحب يزيد يزيد. كنت تعرفوني خلاص انا طونك راني نقص في الملح، زعما ما نزيدش الملح هنايا باسكو هذاك الفرماج عندي الملح، تجي شويه مالح كما غابي هكا حتى يدوب. نزيد لافارين هذيك، هاوليك بعد ما درت لي هذاك المارغارين كنت تشوفوا نقصت له المليح مليح. ها نزيد هذاك مغرفه، قيس مغرفه تاع مارغارين قيس مغرفه تاع فارينة هكا. نخلوها شويه تتحمص بالعقل توجور، ما نزيدوش النار هكا باش تحمص هذيك الفرينه ما تحمش فرينه لانه ما تجيش بنينه، انت تكون شغل كلي ماشي طيبه خضره تضر هكا. فوالا خليها شويه تكتك هكا. دوك نزيد الحليب، والحليب تشوفوا معايا انا درت هذا الكاس ما حاش نفرغو كاع، ندير بشويه ونحل هكذا الفرماج تاعي. هايلي نزيد شويه ثاني نحلها، هايلي ماشي على ضربه باش نتوما تتحكموا كيفاش حبيتوها اسكو ليجي ولا خشينه. هايلي ما تحقوش بزاف لا كريم او فرماج بزاف، حنديروها غير ديكوراسيون من الفوق باسكو سي تان غراتان دو كورجيت. ما تحقوش زعما غير شبه نزيدها من الفوق، ما تحقاش داخل الحشوه. نزيد شويه نزيد شويه برك هاديك بدات ليش مي بان مي بان نص تاع الكاس تاع الحليب. زيد لها شويه فلفل كحل، نقوي شويه النار باسكو ناقص مليح، كي نشوف بدا يتغلى ننقص تانيت باش ما تحرقليش. وانا نتحكم فيها كيفاش القوام تاعها اسكو الي ليجي ولا شويه فالطرفها. مازال نزيد لها شويه ما حبيتهاش هكا، هذيك
دوك نزيد هذاك فرماج دوك حنطفي النار ونخلط. لازم نطفيو من النار البنات. هذه هي كريم فرماجي هايلك. دوك ندوزو كيفاش نفاصونيو الغراتان تاعنا. وانا راني حطيت المقلاة تاعي تسخن درت ليا شوية الزيت فوالا وندير الدجاج تاعي اللي قطعته معاكم. نخلي قبل هذا باش نخليه يسخن. باش نخليه يسخن بعد هذا ما يجيش بنين. فوالا انا خليته شويه برك باش يبان لي السخلة باش نخرج له كاع هذاك الماء لي فيه هكا. ندير الشوكي ونسخن هذاك الفل لي قطعته مربعات صغار. درت له شويه الملح من فوق وندير فلفل الكحل وندير تابل كاع ثوم مجففة نديرو الزنجبيل القلة العسل البنات. بعد ما قليت هذاك البصل مع الصدر تاع الدجاج النص تاعو نسيت ما قلت لكمش مقبيله هايلا كيفاش ديروا المقله تاعكم باش ما يتحرقكمش هذا البلاستيك كي تحطوا هكا كي سخن ولا تعاونوا ها باسكو هذه البلاصه دائما سخونه نضربها النار مهما يكون. دوك حنزيد هذاك الربطه تاع المعدنوس ما حبيتش نطيبها بعد ما طفيت له هكا هكا. دوك هكا يكون كلشي واجد يكون كلشي ساهل. ها هذاك المعدنوس مازال هكاك فريشكا حبيتش تقلى مع هذاك الدجاج حبيتها تقعد هكاك ريحتها وميمطون لي فيتامين تاعها هايلك. دوكا واش عندي هنا؟ عندي لا كورجيت كريم فروماجي هذاك اللي اسمو عندنا ثلاثة حوايج أو فروماج. لي محبتش دير هذا تقدر دير هذاك فروماج رابي كل واحد واش المقدور تاعو. بسم الله هادي دوكا خليتها قطرتلي هايلك طيبتها من قبل نستف كاع هكا لتحت القاعدة كاع نحطها من لتحت هكا. هاوليك البنات درتها كومين تارت هايليك كاع من لتحت قسم السنيوة تاعي هادي. واش حنزيد؟ حنزيد حنزيد هاد اللحم تاع الدجاج مع المعدنوس هانا
ستان غراتان خفيف وهايل مع رمضان من الصيف هكا فوالا. سقموها كاع كيما لا طارت هكا دوك. نزيد هادي لا كريم فوماجي هاديك لي درتها معاكم فوالا. لازم هادي نمشيها كاع بارتو. لازم نمشيوها كاع هكا نغلقو لها كاع هداك هديك الوجه تاع اللحم ما يبانش. غير بالعقل سايسو الحالة شوية هاكا باش نخدمو كيف هكايا. شو بدي تبينا راه وكسو مني وزعفتي بعد ما غطيتها كاع بلا كريم فروماجي. دوك حندير هادو تاع همبرغر شالي تغسلكم سي با ميشون باسكو حيتحمر من الفوق. هاي ليك نحطو كاع هكا. واللي ما حبتش دير هذا تقدر دير فرماج غاطي. انا متوفر لي في الدار على بها درت هذا. تقدروا ديروا داك فرماج تاع تاع حبيبات لي بورسيون واحد يدير واش حب. هوليك البنات بعد ما ديكوريتو كاع بهداك الفرماج حنديرو في الفور تاعي. هذا ما يسحقش واش يطيب فيه كلشي وطايب. يدوب لنا داك الفرماج تولي احمر من الفوق خلاص نطفيولو. هكا البنات هكا دوك نديرو في الفور قس 180 درجة كي تحمر من الفوق خلاص نحيوه كلشي وطايب. وهنا البنات تاني واش عندي حبيت نشارك معاكم. هنا عندي تشينا حبيت ندير جو تاع تشينا مع المركز تاع الليمون اللي درتو معاكم وشويه العسل الحر هادي ماشي العسل تاع السكر. هكا دوكا نعصرهم كاع هادو نخلطهم هادو ومن بعد نولي لعندكم البنات ياك. هاوليك واش خرج لي في هادوك 6 حبات الله يبارك مع مرا بجو. هاوليك دوكا نزيد هذاك المركز تاع الليمون اللي درتو معاكم خبيتو في كونجيلاتور. هاوليك باش نديرو يبرد. وهادي قلت لكم العسل الحر ما حاش نكثر منها بزاف. حندير قيس زوج مغارف تاع قهوة ماشي بسيف حتى وين تجي بزاف سكري. المهم تكون عندها بنة ماشي سامبا. هاديك دوك نخلط قبل هادو ونزيد له الماء. هكا دوكا نخلطو كاع ونحطو فريجيدير يبرد. هذا صحي هي من هذاك الكازوز كاع ولا الجو تاع برا. هكا البنات خلاص هاوليك البنات الكراتان تاعي اللي درتو تاع لا كورجيت. هاوليك هاوليك كيفاش جاني. هاوليك مازالو سخون روعة هايل بنين ان شاء الله يعجبكم. هاوليك الجو تاني اللي درتو بالتشينا مع المركز تاع الليمون والعسل الحر هايل يدون دي لينيرجي. هكا بصحتكم ان شاء الله هوني يعجب. خماتي الكراتان كيس لا كورجيت لوك سويا زير دو فرماج وهاد ثان دارنا غدا تشينا لوك ديوني تخماك سيترون ني القرص ني تخماك ني جمعة كونجيلاتور ني غاس ثمت الحر. وان شاء الله هوني يعجب. صحة والراحة. اللي تعجبو الفيديو تاعي دير لي جام ويبارطاجي لي مع الحباب مع الفاميليا. صحة والراحة.